السلام عليكم. السلام عليكم عليكم السلام. فضيلة الشيخ مصطفى، نعم تفضلي. حضرتك أنا بعمل بالتربية والتعليم نعم أكتر من 20 سنة، نعم يعني عملي بيها كان على أساس إن أنا بقدم عمل نافع للمجتمع، ولكن أنا بحس إن أنا برتكب يعني معاصي وذنوب مثلا كالاختلاط، وأحيانا في العمل مثلا ممكن يمضلنا وإحنا ما بنروحش، أو في تجاوزات كتيرة، فأنا مش راضية عن عملي وخايفة من سؤال ربنا ليا، فهل أنقطع أو أسيب العمل وأتركه يعني تقرب إلى الله، ولا أستمر في العمل باعتباره أنه عمل مفيد ونافع؟ بارك الله فيك. إذا كنت تقولين هناك اختلاط، هناك اختلاط، هناك أمور أخر، وعجزت عن تجنب هذه المحظورات، ابتعدي. أما إذا كان بالإمكان تفادي هذه المحاذير التي ذكرتيها، إذا كان بالإمكان أن تدرسي لبنات مثلا دون اختلاط بالشباب وبالرجال فلك ذلك. أما إذا كان هناك اختلاط بينك وبين الشباب وبين الرجال والزملات في العمل ولا يمكنك التحرز من هذا الاختلاط وتلك المفاسد، فابقي في بيتك تاسيا بنساء النبي، إذ الله قال: وقرن في بيوتكن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما تكون المرأة من ربها وفي قعر بيتها. والله أعلم.